كويس جدا. احنا دلوقتي ماشي الحال، قدرنا نعمل العمليات الاساسيه الثلاث اساسيين، لسه فاضل لنا اخر واحده اللي هي استرجاع البيانات. احنا ما استعجلناش على استرجاع البيانات ولا حاجه، احنا عملناها اصلا وبرمجناها جوه الاو دي بي اللي هي اكزكيوت كويري، تبعت له الجمله وهو بيرد علينا بالريزلت، بس الريزلت اللي بترجع هي عباره عن حاجه اسمها ريزلت سيت. ريزلت سيت وريزلت سيت عشان نفهمه عملنا عليه واحنا بنعمل تيست، قعدنا نشتغل عليه شويه، استقبلنا ريزلت سيت وبعدين بعد نلعب عليها ونعمل لوب ونعدي ونطبع ونعمل جدول ونطبع عشان نتعلم بس شكل التيبل ده احنا بنشتغل عليه ازاي، احنا بنشتغل عليه ايه عليه ازاي. طيب لكن احنا المفترض ان ده هيبقى ويب سايت، يعني المفروض ان البيانات دي تتبعت بيور علشان فيما بعد انا هشتغل على البيانات اللي جايه لي دي، بحيث ممكن ويب سايت بقى بديزاين يناديها او موبايل ابلكيشن بديزاين يناديها او او او. وعشان تنقل البيانات من الباك اند دي الى الفرونت اند، سواء كان ويب او كان موبايل او كان اي غيره، لازم يكون في طريقه موحده لنقل البيانات. كان منتشر زمان حاجه اسمها الـ XML، الـ XML اللي هي Extensible Markup Language او لغه الـ XML، ودي كنا بننقل بيها البيانات من مكان لمكان بالدنيا كويسه. كانت الـ XML بسيطه. لما نيجي نعمل مثلا تخيل البيانات بتاعه الـ Article Class مثلا اللي هي فين؟ دي مثلا، او نشوفها كده من على الداتابيز. لو مثلا عندي بيانات ارتكل كلاس زي دي مثلا وانا عايز ابعتها، هتتبعت شكلها عامل ازاي؟ كان يعمل لك كده، يقول لك ادي ارتكل كلاس، كلكم عارفين الاتش تي ام ال صح؟ حاجه كده شبيهه الاتش تي ام ال، بس التاجات انت اللي بتحطها على حسب احتياجك. كنا نعمل كده ارتكل كلاس مثلا، او مثلا الاول نحط حاجه اسمها داتا وليكن يعني سلاش داتا البيانات، وبعد كده عندي حاجه اسمها ارتكل كلاس، اول ارتكل كلاس عندي، وبعدين جوه الارتكل كلاس اقوم عامل حاجه اسمها اي دي مثلا واحد ودي سلاش اي دي تايتل اللي هو ده مثلا وادي سلاش تايتل، بعدين ديسكريبشن وادي سلاش ديسكريبشن. شايفين يا شباب كده عملت ايه؟ اخدت الريكورد ده. ممكن طبعا ممكن احط الاد كلاس واحط الفيرجن واحط الار اي دي بنفس الشكل. وبعدين عندي كلاس اي دي ثاني، ارتكل كلاس ثاني، او واخد كده كابي بيست اهو، مايل له والله رقم 2. العنوان بتاعه كان ايه؟ كان داتابيز اهو، وادي الديسكريبشن بتاعه. لو عايز احط الريكورد الثالث وهكذا وهكذا وهكذا. ماشي؟ ده اسمه ايه؟ ده كان ملف اكس ام ال، ده ملفات الملف ده بيانات بالشكل التنسيق ده نقدر ننقلها عبر البرامج، يعني نقدر نعمل ده انتجريشن، انتجريشن يعني تكامل ما بين البرامج، البرنامج ده الباك اند تبعت البيانات بالشكل ده، البرنامج ده بيعرف يستقبلها بالشكل ده يشتغل عليها، الموبايل ده بيقدر ياخد البيانات بالشكل ده ويشتغل عليها. الويب ده بيعرف يشتغل على البيانات دي الى اخره. فكنت بنقدر ننقل البيانات ما بين الابلكيشنز المختلفه بطريقه الاكس ام ال دي. احنا ممكن نروح، كان عندنا في البروجكتس احنا حاجه اسمها ريسورسز، فاكرين؟ ممكن نعمل كده ملف، هتلاقي هنا على طول عندك، ما عنديش هنا اكس ام ال، ماشي مش مشكله، ممكن او مايل له مثلا ايه اكس ام ال فايل 1 كده دوت اكس ام ال، الملف كان بياخد امتداد دوت اكس ام ال. تعمل بيست
وخلاص زي ما انتم شايفين بدا يفهم اهو هنا اهو في جوه البرنامج ده بدا يفهم وبدا يرتب لي البيانات وده لما ادوس عليه ينور ده ولما ادوس عليه ينور ده وهكذا تمام. بعد كده تطور الموضوع شويه وقال لك ان الملف ده بياخد مساحه ولما بيتنقل بعد كده على الويب سايتس والموبايلات والبتاع ده كله بيكلفنا. ولذلك قالوا في نوع تاني من الملفات كان موجود برضه اسمه جيسون، اسمه جيسون. الجيسون ده برضه اركتكشر كده بس زي ده بسيط بس بالعكس ابسط اكتر وبياخد مساحات اقل بيوفر. يعني زي ما انتم شايفين كده ايه ادي تيم الديسكربشن سلاش ديسكربشن ديسكربشن سلاش ديسكربشن مش عارف تايتل سلاش تايتل ارتكل كلاس ارتكل يعني في كلام كتير بيتكرر عشان تفتح وتقفل وتعمل شغل ال HTML ده او الايه التاجز تقفل التاج وتفتح التاج. طيب لو انا عايز اعمل ملف في جيسون بنفس الاسلوب ده انا ممكن اعمل كده طبعا هنا واقول له من فايل كده واقول له فايل واقول له مثلا جيسون طبعا جيسون باختصار جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن جيسون فايل دوت جيسون بياخد امتداد دوت جيسون. ليه جيسون فايل اوبجكت نوتيشن؟ لان هو اصلا جافا سكريبت اصلا هو جافا سكريبت هو اصلا فكرته اصلا الجافا سكريبت بتتعامل ازاي مع الاوبجكت لغه برمجه اللي هي جافا سكريبت كان ليها اسلوب اخذوا الاسلوب ده ووحدوه عشان يقلوا بيه البيانات. يعني لو انا عايز ادخل نفس البيانات دي بالظبط مثلا اعملها ازاي؟ قال لك تبدا تعمل كده الاول ادي القوسين الاساسيين تبقى قايل والله انا عندي حاجه اسمها الارتكل كلاس ماشي ادي الارتكل كلاس عباره عن ايه؟ اما فتحت القوسين دول معناه عباره عن اري يعني بيتكرر خلاص مش لازم بقى كل مره اعمل ارتكل كلاس وسلاش ارتكل كلاس ارتكل كلاس وسلاش ارتكل كلاس ارتكل كلاس خلاص بقى انا عملت ان هي اري اري يعني مجموعه من الريكوردز واقوم جاي بقى بادئ بقى حاطط ريكورد ريكورد ايه الريكورد الاول عندي؟ انا عايز احط الاي دي والتايتل والديسكريبشن صح؟ بتوع اول واحد اعملهم هنا ازاي؟ وفتح كده ومال الاي دي بيساوي واحد اهو كوما بعد كده عندي ايه؟ الارتكل ادي ارتكل التايتل اسف بتساوي هو محصل القيمه ايه التايتل بتساوي ايه؟ ادي العنوان بتاعه اهو اخذته. طب عندي ديسكريبشن او عندي ديسكريبشن في الكوما طبعا ممكن اكتب اكتر من سطر مش مشكله اهو يعني لو عملت كده مش هيقول لي حاجه يعني مش مشكله هم ادي بدايه الاوبجكت ونهايه الاوبجكت ده كله على بعضه ريكورد اللي هو بيساوي ريكورد عندي في الداتابيس صح؟ ممكن اكمل كمان واعمل كوما واقول اللي بعده ممكن اخد منه كده كابي تيست واقول ده بقى الاي دي رقم 2 اللي هو داتابيس اللي هو نو ديسكريبشن كده ضفت الايه؟ اللي بعده وهكذا وهكذا وهكذا. بس الفرق اللي هتلاقيه بشكل قوي جدا جدا ان الملف ده غير خالص الملف ده في الهيئه وفي التنسيق لكن هما الاثنين شايلين نفس الاسلوب. يعني في الاخر شلنا نفس البيانات. شلنا نفس البيانات. بس فعليا ده اخف بكتير في كلام كتير قل الاقواس والكومات وفرت عليا كتير وهتلاقي نفسك في الاخر لو حجم البيانات لو حجم البيانات كبير هيفرق معاك. يعني احنا دلوقتي يعتبر ما كتبناش اصلا حاجه يعني حجم البيانات هنا اللي احنا كتبناها ضعيف جدا طبعا. لكن لو رحت عملت كده كليك يمين وقلت له فين اوبن ان اكسبلورر طبعا معلش ان حجم البيانات بتاعتنا عندنا هم كلهم كيلو يعني احنا مش مدخلين بيانات احنا بس كنا بنتست لكن لكن انا اقصد ان طبعا لو انا عملت كده انا ممكن اخد مثلا ادي كده كابي كده عندنا اثنين صح؟ 3 4 5 6 7 8 9 10
10 كوبي بيست بتاخد من ده كده كام؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ما من غير تغيير بيانات ولا حاجة، ما عندناش وقت إن احنا نغير بيانات. لكن لاحظوا بس أنا إيه، خليت 10 10 بس 10 ريكورد، يعني 10 سجلات، ما قلتش بقى 100 ولا 200. تلاحظوا إن ملف الـ XML بقى ضعف ملف الجيزو في المساحة، شايفين؟ لما نقول كيلو بايت بقى 2 كيلو بايت. فملف الاكس ام ال بقى ضعف من اول 10 ريكورد بس، يعني 10 سجلات مسجلين في الداتابيز، ملف الاكس ام ال ضعف ملف الجيسون. طبعا ولذلك دكتور معلش، هو الجيسون والاكس ام ال بيعملوا ايه؟ اسلوب لنقل البيانات. انت لسه داخل ولا ايه؟ جيت متاخر شويه. انا طيب. على اساس ان احنا هنبدا الساعه 2 وكده. لا انا ما قلتش كده بس، يعني ماشي. المهم يعني هو بس احنا بنحول شكل البيانات بحيث نقدر ننقل البيانات دي من مكان لمكان. خلاص، عشان ده ويب سايت هينتقل لويب سايت اخر او لعرض بيانات او لموبايل ابلكيشن او لغيره، فلازم نوصل لشكل نقل بيانات هيحصل. فالجيسون هو الافضل في نقل البيانات، واللي بنعمل بيه انتجريشن ما بين السيستمز، والبيانات تتنقل ازاي؟ ان احنا طب ثواني، اتفضل 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 حضرتك.